سعادتها بصدور حكم القضاء العادل هذا، فهي تؤكد على مبدأين أساسيين في التعامل مع أمثال هذه القضية. أولهما الحرص على استقلال القضاء واتباع الأسلوب القانوني في الطعن في قرارات القاضي المختص أمام المحاكم العليا، وعدم استغلال الإعلام للتأثير على مجرى العدالة وحيادية القضاء. وثانيهما دعوة جميع من حاول استغلال هذه القضية سياسيا إلى الابتعاد عن نهج التشهير والتسقيط.